طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بنقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة بظل نظام احتلال. الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقه حول موضوع تشكيل الكتله الاكبر في العراق، سباق ما بين واشنطن وطهران. بحسب الانباء الوارده من العاصمه بغداد، فانه خلال اقل من 72 ساعه اما تشكيل الكتله الاكبر عددا في البرلمان الجديد، والتي بدورها تقوم بتشكيل الحكومه الجديده، او انتكاسه تزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد لا سمح الله، وسط مخاوف من تأثر الأمن الهش في وسط وشمال وغرب العراق بأي تصعيد سياسي بين أطراف العملية السياسية. شهد أمس الاثنين تحركات واسعة قام بها كل من الوسيط الأمريكي بريت ماكورغ الذي يوجد في العراق، يتواجد في العراق منذ منتصف الشهر الحالي، وقائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ومعاونوه الثلاثة السفير الإيراني لدى بغداد إرج مسجدي وكريم رضائي ومحمود أكبر زادة. كل هذا من أجل حسم التحالفات لصالح أحد المعسكرين الشيعيين الذي يطلق عليه بالمعسكر الشيعي، فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يوم أمس كذلك البرلمان الجديد إلى عقد الجلسة في 3 سبتمبر/أيلول المقبل. مسؤولون أكدوا رفض الرئيس للضغوط كما يقولون محاولات تأخير الجلسة على أن يترأسها أكبر الأعضاء سناً. تدعم طهران كلا من نوري المالكي ائتلاف دولة القانون وزعيم منظمة بدر، هادي العامري يتزعم أيضا ائتلاف الفتح. تساند واشنطن بدورها بشكل غير مصرح به المعسكر الشيعي الثاني وأبرز رموزه حيدر العبادي، عمار الحكيم، مقتدى الصدر وإياد علاوي. حتى الآن تمكن المعسكر الأول معسكر المالكي وهذا العامري من جمع أقل من 100 مقعد، ويضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي كما أشرنا 26 مقعد، والفتح بزعامة هادي العامري 48 مقعد، وإرادة بزعامة حنان الفتلاوي 3 مقاعد، وكفاءات بزعامة هيثم الجبوري مقعدين، إضافة إلى كتل صغيرة حققت مقعدا أو مقعدين في جنوب العراق. فضلا عن آخرين قالوا أو قال قياديون في هذا المعسكر بأنهم خلعوا بيعتهم من العبادي والحكيم وتعهدوا بأن يكونوا معنا، أي مع كتلة المالكي وهذه العامري. في المقابل نجح الفريق الثاني كما يصف نفسه في جمع نحو 130، وصف نفسه بأنه نجح بجمع 130 مقعد، ويضم سائرون بزعامة مقتدى الصدر 54 مقعد، الوطنية بزعامة إياد علاوي 21 مقعد، الحكمة بزعامة عمار الحكيم 19 مقعد، النصر بزعامة حيدر العبادي 42 مقعد، إلى جانب قوائم أقليات تركمانية ومسيحية. مسؤولون قالوا في هذا الفريق بأنهم أخذوا وعودا شفوية الأحد الماضي للالتحاق بهذا التحالف كونه أكثر عراقية من الأول كما وصفوه بحسب ما صرحوا به. تحولت طبعا الكتل التي تدعي تمثيلها للسنة، ما تسمى بالكتل السنية وأبرزها المحور الوطني 53 مقعد، والكردية وأبرزها الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني 40 مقعد، إلى ما يعرف أو ما يسمى ببيضة القبان، يعني رمانة الميزان هذه الكتل السنية والكردية إذا انضمت لأي
تكتل، فهي يعني راح تحدد تشكيل الكتلة الأكبر. يعني قبول هذه الكتل في التحالف مع أحد المعسكرين الشيعيين، يعني محور المالكي ومحور العبادي، سيحسم المنافسة لصالح طرف على آخر، وهو ما تعمل عليه الولايات المتحدة عبر مبعوثها الذي خصص أكثر من طائرة، كما تشير الأنباء، أكثر من طائرة بين بغداد وأربيل لحركة قيادات وزعامات سنية وكردية، بينما بدأ الموقف الإيراني أضعف فيما يتعلق بإقناع السنة والأكراد في الساعات الماضية، وتحاول طبعا إيران اللعب على وتر الحفاظ على البيت الشيعي والتحذير من خطورة الانقسام الحالي بين القوى السياسية الشيعية على استقرار العراق، كما أكد القيادي في تحالف النصر بأن قاسم سليماني اعتبر استبعاد تحالف الفتح الجناح السياسي للحشد من أي دور في الحكومة الجديدة سيؤدي إلى مشاكل جمة في العراق مستقبلا. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. أبو علي، الله يسر عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله يخليكم، الله يجعل في ميزان حسناتكم. حياك الله يا حبيبي. حيا إليك وإلى كادر قناة الرافدين العزيزة البطلة. الله يسلمك. صوت العراق المظلوم. حياك الله. يا حبيبي أستاذ عمر، أنا عندي عتاب على أهل الجنوب. هاي حكومتها، حكومتنا ما عندها مبدأ، ما عندها قيم، وأنتوا اللي وصلتوهم لهذا الحال. بالأمس القريب كان أعضاء الدولة اللي هسه الموجودين اللا شرعية المجرمة اللي جاءت على ظهر الدبابة ضحك علينا باسم المذهب، باسم باسم فلان دولة فلان دولة. احنا ايش تصورون يا عراقيين؟ ذول علينا اجتمعوا، على بالبصرة المنكوبة، على آلام العراقيين، على الموصل المدمرة، على ديالة، على كربلاء، على النجف، على اليمن. ذول يستهانون بينا، ذول ما يعتبروننا بشر، ذول يعتبرون العراق بقرة حلوب بس يأخذون من عندهم فلوس وأموال ولا واحد يحاسبهم. والعيب ترى مو بيهم بس، بين على العراقيين. ليش تظاهرات قلت يوم عن يوم؟ ليش؟ ليش؟ يعني أنت اللي ما عندك مية تشرب شكلك بهالحياة، ما عندك كهرباء قدام العالم، لأن أنت ما مسؤول أمام الله. هاي الشهداء اللي فيهم 20 شهيد أنطينا، ليش ما تقوم؟ ليش؟ يا أخي بيوم بالسبوع مرة قوم ربع ساعة روح. وأحيي ما أنسى أهل الأنبار وأهل الغربية جميعاً وأهل الموصل. شوف العراق عراق واحد، قام يجمعون مي لأهل البصرة يشيدل يدل إحنا بلد واحد. وإذا استمرت هاي الدولة، هاي رئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهورية سني، راح ما راح يخلوننا. بس الحمد لله أكو أمل بالعراقيين والعراق. يا عراقيين إلى متى؟ مو بس نعجي خلنا نوقف. لا إحنا كربلاء نجي من كربلاء نروح البغداد، وهالبغداد ما يجون الساعة التحرير. عدت مرات ذاك الأسبوع أنا ما حد يجي قليل. ليش يا أخوان؟ إلى متى بس نعجي ونندد ونقول مو خشبات؟ يا أخي مو البسولي علينا إلى متى؟ خلينا هبة رجل واحد. أنا يستهانون بينا. أنا أشدكم، أنا أشدكم بالعراقية أخوتي. كافي قاعدة هذول يحتقروننا. هذول لو شايفين، أنا شفت بعض النواب يقول هم قالوا، قالوا يومين ثلاثة وأربعة. المسألة مسألة وطن يا أخوتي، مو بس مي وكهرباء. والله إذا تريد مي ما يطوك مي، بس إذا تقول لا كل هاي العملية السياسية أن تنقلع بما فيهم الدستور، ذاك اليوم انت تصير لك قيمه. وانا اشكرك عمي، والله يحفظكم جميعا. شكرا ابو علي من كربلاء. كان معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. ابو زينب تسمعني؟ الو. نعم تفضل. تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الله عقب على ما عقب عليه الأخ أبو كربلاء. نعم. يعني إحنا أولاً ننشد الوحدة الوطنية.
بغض النظر عن اختلاف المكونات والأديان والقوميات والمذاهب، لأن احنا في النهاية عراقيين وجنسيتنا تقرا عراقي. احنا نريد يعني هسه الآن يقول وظلموا ذوي القربى شدوا وأعرقوا أو كذا، نعم، أو أعظموا. يعني هسه نقول احنا مثلا المكون الشيعي، تدري أكثر ناس متأذين من المكون الشيعي هم الشيعة نفسهم؟ نعم. يعني الشعب اللي هذني 10 من 11 محافظة، هسه يقول لك المي مثلا، هاي أبسط شيء، المي في البصرة كله ملح ومتجاوز النسبة العالمية وكذا. تعال شوف مي النجف، والله العلي العظيم كله طين وكله طفيليات وكله مدري شنو، واحنا مو بالبصره ولا قاع مالحه. فالتقييس يطلع ذاك اليوم عضو مجلس النواب يقول مطالب مظاهرات النجف اقل ما يقال عنها انها تافهه. زين تافهه شلون؟ واحنا عندنا ناس سكنوا القبور. تعرف شنو سكنوا القبور؟ احنا مشكلتنا مو بس المي والوظائف والاكل وكذا، من اجوا ذولا من بعد 9/4/2003 الى الان الله وكيلك ما وزعوا ولا قطعه ارض سكنيه واحده الى اي مواطن، كلها استاثروا بها هم، كلها سرقوها، حتى الساحات العامه باقوها، حتى الحدائق العامه بدل ما يزرعوها باقوها، وراحوا على الاراضي الزراعيه. يا بني خالد اعطونا الارض الزراعيه، ها، مو بلاش، بفلوس. ويا احنا مثلا نبنيها على، يقول لك لا انت تستلم من عندي بناء جاهز، يعني فتبركه فتكذا يسموها هاي واقعه الكلفه، ويبيعوا لك اياها باعلى كلفه. بعض القطع في بعض الاحياء بالنجف، يعني القطعه كلها 200 متر ما تسوى لها مليون دينار. نعم. تدري الرسم مالتها ايش قد؟ 3 ملايين، هاي وين صايره؟ زين؟ واقسم بما تاثرت في جلسه وتحقيقات موجوده واستطلاعات بالمقبره مالت النجف، يعني سمسره صايره على تاجير القبور للناس الاحياء يسكنون بها، هاي وين صايره؟ يا دوله بالعالم، احنا لو بقد الصين ايش قد؟ لو بقد نفوس الهند ايش قد؟ يمكن كان واحد اكل الثاني. بعدين الدولار اللي حسبوا عليه الموازنه والميزانيه مال البلد، يعني حسبوا على 42 دولار للبرميل، الان وصل الى 80 و81 وظل يترجح ما بين 70 الى 81. خلينا نحسبه على معدل على 70. زين هاي ال 38 او 28 دولار الفارق وينها؟ 38 دولار بالبرميل، هاي كلها ما تنحسب؟ زين ذولا منها؟ فالحل هو مو بذولا، ذولا نفسهم اجوا ورجعوا على المحافظه. احنا نريد تغيير جذري، وكما قالت المرجعية المجرب لا يجرب. إذا ما معنى هذول كلهم عليهم أكس، هذول كلهم مرفوضين جملة وتفصيلة. وبعد المظاهرات مو تطلع لي يوم الجمعة وبعيدة عن مراكز القرار بمسافة كيل وين أو 3 أو 4، لا، أطلع بيوم الدوام وأقتحم المحافظة ومجلس المحافظة وأطلعهم بالشلالية وأدفهم بالسجون وأخليهم ينتظرون المحاكمة وأصادر جميع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة. شنو كل واحد يوم الآن عنده 20 و30 فندق سياحي، 20 و30 مدرسة أهلية، 4-5 كليات وجامعات إسلامية وذبحونا بالإسلامية، يعني هاي يعني تقدر تدرس بالنجف حوالي 11 جامعة إسلامية. زين هاي الحياة ما فيها طب، هندسة، تكنولوجيا، فيزياء، كيمياء، بس اسلام، ويتخرج يروح يشتغل حمال. نعم. ها؟ لو يبيع ردي، لو يبيع كذا، هذا اذا لقى شغل. بعد على شنو؟ نعم. على شنو دارس؟ ودافع فلوس على الدراسه مالته. وبالنسبه للمدارس من بعد 9/4/2003 الى اليوم ما بنوا ولا مدرسه حكوميه. كلها مدارس اهليه، واذا طالب مدرسه حكوميه يقلبون الدنيا على راسك. نعم. واذا كان موظف احتمال ايضا يتعرض الى اما الاعتقال او الى الفصل. نعم. وشكرا. ابو زينب بس اريد اسالك، ممكن ابو زينب راح، ما معنا اتصال اخر، ابو احمد من صلاح الدين، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ابو احمد شنو رايك بموضوع تشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل حكومه جديده خلال 72 ساعه؟ والله يا أخي عمر ما يخلوني شيء مو مكانه.
نفس الوجوه نفس ونفس ونفس الحراميه. شنو تشكلت الحكومه ولا تشكلت الحكومه الجديده؟ يعني شنو يسوون؟ نعم شنو يسوون؟ نفس الوجوه ما تغير شيء من مكانه، نفس الوجوه ونفسهم هم موالين ايران، يعني ما يتحول شيء من مكانه. نعم اي يعني ما اعرف يعني شو اقول لك، ما الحكومه ما في الا مو حكومه اذا اكون هاي تبدل كل الوجوه ما يظل ولا واحد من عندهم شلع قلع يلا تصير حكومه يعني للعراق سياده. نعم. الا هذه حكومه وسياده الايران ما في. نعم وما اعرف ايش اقول لك يعني هذه الحكومه. زين ابو احمد، من الطبيعي بكل انتخابات بكل بلد تصير طبعا هناك حزب يفوز يشكل الحكومة، يكون هناك الجهة الأخرى تكون نعم. جهة معارضة. طبعا الغريب بالعراق والمعروف من عام 2003 ولغاية الآن يعني النفوذ الإيراني والتواجد الأمريكي في العراق واضح. اليوم الجماعة دا يدعمون تكتلين، تكتل المالكي وهذا العامري، على أساس طبعا هم يقولون بأنه نعم. إيران تريد هذا التكتل، وامريكا تريد تكتل العبادي والصدير والوطنيه. شنو رايك بهذا الموضوع؟ والله يا اخوي وين السياده بالموضوع؟ رايي والله رايي انا اقول لك رايي يعني شنو يعني رايي؟ ما ادري ايش يعني، ما ادري الحكومه الجديده، ما ادري مقتدى الصدير، الكتله هي انتخابات افضل انتخابات ما صارت، انتخابات هذه كلها باطله باطله، انتخابات كلها باطله باطله، وكيف هم يشرعون بكيفهم يشرعون. هذا الشعب هسه عين ما رايدهم، الشعب العراقي ما رايدهم من الجنوب للشمال، ما يريدهم خلاص مخلص، يعني هم ما يجي يحسون على انفسهم، يعني الشعب ما يريدهم، هم اللي يحسون على انفسهم ويقولون احنا الشعب ما يريدنا، خلينا نوخر ونحط ويجي غيرهم، بس ما جاي، ما عندهم لا ذمه ولا ضمير ولا عندهم احساس يحسون على نفسهم، يعني واحد جاي يطلع بالتلفزيون يعني على المالكي وعلى عبادي وعلى كل الاحزاب، يابا ما اريدكم، دمرتوا العراق، دمرتوه ما يفيد بيهم. اكلوا العراق ونقلوك ونهبوه وسلبوه تسليب علني وميليشيات وغيرها وغيرها كلها سووها عصائب. انا شايف اللي ال 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 الشعب والغير 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 يريد جيش واحد، هسه عندنا صار عندنا 100 جيش. ما شايف انا بيا دوله بيا قانون بيا يعني وين؟ بيا دوله يعني احزاب متعدده ما تنعرف ايش كثرها. اريد جيش واحد، جيش وطني واحد يلزم الحدود، يلزم الحدود، مو جيش وقيره 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 داخل القرى. نعم داخل القرى ينهبون وياكلون بالشعب. نعم انا اشكرك ابو احمد من صلاح الدين. معنا اتصال ابو حسن من بغداد. تفضل ابو حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. ربي يحفظك ويعافيك يا رب. اهلا بك. طبعا هذول كرامه ما عندهم، يعني يقول لك انا اخذ الحكم غصبا ما عليك. يعني هل يرضى الشعب هذا بين حقه ينسلب وكرامته تهان؟ فيقول لك انا ما يهمني حتى لو ادمر الشعب كله، المهم انا اقعد على صوت كرسي السلطه. بس ما ادري يعني الشعب هذا شنو رايه؟ ما اعرف. يعني لما يقول لك انا غصبا ما عليك اخذ الكرسي واحرمك من حقوقك بالحياه واحرمك حتى من لذه العيش. احرمك من العلم من النعمه، احرمك حتى من منامك. هم يعني هم يريدون الحكم هذا باي وسيله، وانا قلتها من زمان، يريدون الحكم هذا باي زمن حتى لو على جثث العراقيين. نعم. المن ترجح يشكل الحكومه برايك؟ انا ما ارجح اي واحد فيهم، لان ما بيهم واحد يعني عراقي بالذات، يعني اقول ماكو واحد فيهم عراقي. نعم. لان كلهم تبعيتهم عجم اسرائيل، يعني مو عراقيين دوله، والشعب يقول لك احنا ما نريدك. يعني اكبر مثال هاي الانتخابات الاخيره، منو راح؟ يعني اقل ال 20% راحوا بالانتخابات. يعني هل يعقل بين هذه الانتخابات نزيهة؟ لا. نعم. فالشعب مدري يعني لازم يسوي ثوره، لازم، والا والله العظيم هسه اليوم احنا مجموع عراقي كم مليون؟
اذا ما سوينا اربع خمس سنين حتى اذا نظل ساكتين على المهانه والذله هاي هم مو يقول هاي من الذله اكثر من الذله بعد شو يشوفون؟ محرومين من حقوقهم يعني البارحه رحت المستشفى مال مدينه الطب يعني استقبل الله العظيم مكان سرير ماكو والناس مسنوعه بالقاع نايمه يعني هل يعقل هذا؟ نعم عليهم يعني يحسون على نفسهم يا عراقيين حسوا والله العظيم راح تداسون ترى ما بينفع بعدين الندم وعيب على الرجال اللي نام على ظن. نعم انا اشكرك ابو حسن من بغداد. معنا اتصال ام ازهار. ام ازهار من بغداد كذلك تفضل. السلام يوزع. عليكم. وعليكم السلام. احييك وحيي هاي القناه العظيمه واعمليها. بالنسبه الى العراق، العراق من 2003 الى هذا اليوم ما عنده سياده، لانه هذول اجوا باقوا سياده العراق وقوه العراق وعظمه العراق. هذول جايين ناس جايين يبوقون وجايين من دسين من دول أخرى من أمريكا وإيران وإسرائيل والدول العربية الأخرى. بس أنا أقول ما عنده شرف اللي يبقى بهاي الحكومة، ما عنده شرف اللي انتخب نفسه وبقى بهذه الحكومة. وأقول هذا المالكي ما يستحي ما ثمان سنوات باقي الحكومة وما يستحي يقعد يروح يتعهد ويا هذا ويتعهد ويا هذا ويا الكتلة الأكبر. أي كتل أنتوا كتل مال بوغ وحرامية. إن أنا أتعذب على هذا الشعب اللي ساكت على هالضيم وعلى هالبؤس وهالبصر اللي ماتوا وكلهم ماتوا بالسموا بالجفاف والمي المالح. يعني أشوف متى راح ينهض هذا الشعب؟ متى راح يفكر بهاي الدولة اللي راح تدمروها؟ هذول الحفلات اللي جونا من الخارج، هذول ما عندهم أي رؤية للعراق، هذول جو يبوقون ويهدمون ويفنون البلد وبس، وهذا يقول أنا أسوي كذا وأنا أسوي كذا، كله كذب. هو يقعد على الكرسي ينسى الدنيا كلها بس جيبه فقط. بس يا شعب العراق، يا شعب العراق إذا بقيتوا على هذا المنوال وسكوتكم وإهانتكم ويا هالحكومة هاي هسه أقول حكاية كبرى، هاي الحكومة اليائسة راح تنفنون قد مرة، ما راح يبقى عراقي في البلد وهم راح يستولون على الدنيا وهم اللي رادوا. هي أمريكا تريد تفني العراق فني، هي وإيران يردون يستولون على العراق وما فيه. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك وقناة الرافدين وكل القادر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. يعني إحنا بس نقول شنو الفائدة من تشكيل هاي الكتلة الأسوأ؟ شنو راح تقدم اللي عجزت عن تقديمه الكتل السابقة والحكومات السابقة من 2003 إلى هسه؟ لكن الحقيقة واحد لازم يعترف بيها، اللي دا يتقاتلون هسه لتشكيل هاي الكتلة الأسوأ هم كلهم ضد الشعب وكلهم تبعيتهم الإيران، وكلنا نعرف وكل الشعب يعرف ما تتشكل حكومة ولا برلمان بدون موافقة إيران. والعجيب أستاذ عمر يعني الكل مشغولين بهذا الاتجاه والشعب دا يعيش يعني بأسوأ حال. ومثل ما قلنا سابقا إذا أكو شيء ما تدمر بالعراق من 2003 إلى 2018 راح يبدأ يتدمر بواسطة هاي الحكومة المقبلة، لأن الكل يستهزئون بالشعب والشعب ساكت على كل تصرفاتهم وعلى قمعهم لهاي التظاهرات اللي طلعت الطالب بحقوق المواطن العراقي. وكل اللي دا يتحالفون لتشكيل هاي الكتلة الأسوأ ما بيهم شريف لا والله، ولا بيهم واحد قلبه على شعب العراق. الكل يدورون على مصالحهم الشخصية ومصالح إيران. صحيح هو يحمل الجنسية العراقية، لكنه بالتأكيد هو دمه عجمي وقوميته فارسية، ولهذا أي مواطن يطالب بحقه يطلعون يتهموه أما أنت بعثي أو داعشي، وكأنه بس هم الشرفاء وهم اللي موجودين بالساحة ماكو أشرف منهم، وهم بالأساس فقدوا شرفهم وفقدوا كرامتهم ووطنيتهم. وإذا بيهم واحد شريف يترك الحكم ويترك هذا الكرسي، يعني هذا الكرسي اللي دا يتنقل من هذا الفاسد إلى واحد أفسد منه. أي شيء ما يفيد أستاذ عمر إذا ما تنزع هاي الحكومة
وتتقدم كل هاي الوجوه اللي استلمت الحكم من 2003 الى هسه الى محاكم نزيهه وغير مسيسه، للاختصاص منهم على كل الجرائم اللي يقترفوها بحق الشعب العراقي. واريد اوجه كلمه لاخواننا واهلنا بالبصره، يعني اكو احد الاخوه من اهل البصره نشر على الفيسبوك يقول انا من اهل البصره وكنت بفندق شيراتون البصره. نعم. يقول وصل وفد من خبراء وفنيين بنصب وانشاء محطات تحليه مياه، والوفد مبعوث من قبل الفنان كاظم الساهر حتى يشيدون محطه لتحليه المياه، وكل التكاليف يقول يتحملها الفنان كاظم الساهر. يقول اجتمعوا ويا مجلس المحافظه، والاجتماع كان في فندق شيراتون البصره طبعا. نعم. وطرحوا عليهم فكره بناء محطه تحليه مي بالبصره، لكن تصور استاذ عمر وخليه يسمع الشعب العراقي ويسمع اهل البصره. نعم. هذول المجرمين الفاسدين رفضوا وطلبوا ان يستلمون المبالغ المخصصه لبناء هاي المحطه، وهم يجيبون خبراء وفنيين من يمهم وينصبون هاي المحطه. يعني انا اللي اقوله على اهل البصره ان يعرفون بان كل الكتل ومحافظ البصره ومجلس المحافظه متفقين على قتل اهل البصره بواسطه المي الملوث وباي طريقه كانت. فعلى اهل البصره مجلس المحافظه يمكم والمحافظ يمكم، والله العظيم اذا تبقون ساكتين عليهم راح يستغلوكم اكثر وراح يقمعوكم اكثر وراح يقتلوكم واحد واحد بقتل بطيء. المفروض الكل تطلع، يعني اهل البصره 5 ملايين نسمه، ما نريد من عندهم غير بس نص مليون 500 الف واحد على مجلس المحافظه، ويقلعوا قلع ويعتقلوهم وياخذوهم الجهه غير معلومه ويفاوضون الحكومه عليهم، ما يطلقون سراحهم اذا ما يحققون كل المطالب. ومو بس هاي المطالب، المفروض حتى الحكومه تنزاح، لان الحكومه اللي ما تهتم بشعبها ما مسموح لها ان تبقى وتسلط على رقاب هذا الشعب. كافي الى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟ ما كفاهم اللي دمروه بالمحافظات اللي راحت بزمن هذا الهالكي المجرم؟ ما كفاهم الارواح اللي انزهقت والدماء اللي سالت؟ ما كفاهم من طلع المالكي الدواعش من السجون وخلاهم يستغلون الوضع ويروحون على المحافظات الغربيه وغيرها وغيرها ويحتلوها، وهو يصيح هذول كلهم دواعش؟ هو منو طلع الدواعش ومنو دمر المدن ومنو خلى الدواعش يحتلون المدن غيرك انت وامثالك؟ كافي والله العظيم استاذ عمر، اذا يبقى الشعب ساكت عليهم ما راح تقوم قائمه للعراق. الفرصه مواتيه ان شاء الله وموجوده، وبس يراد لها همه من الرجال الشرفاء اللي يحبون وطنهم. ايران لازم تطلع من العراق، ايران لازم ما تتدخل بشؤون العراق، ايران هي اللي دمرت العراق، وكل الشعب يعرف بانه ايران هي سبب بلاء العراق، وكل الشعب يعرف بان كل الموجودين من هذول اللي يدعون بنفسهم بانهم سياسيين هم تابعين لايران وينفذون اوامر ايران. فالى متى يبقون ساكتين؟ وان شاء الله ايامهم قربت وما بقى لهم شيء، والمفروض بالشعب يتخذ دوره وينطي كلمته الاخيره. وشكرا لحضرتك استاذ. اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال الغريري من بغداد، تفضل الغريري. زاد فضلك، السلام عليكم استاذ عمر. حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، اكو مقوله يعني او حديث هو للنبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. مشهور.
يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن من أول كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم بالضبط. نعم. طيب إنه مما أدرك من كلام النبوة الأولى أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا الحقيقة اختصرت الكلام يعني. هذول بلغوا مرحلة أنه إحنا نعرف في العامية وعندنا العراقيين يقول حياة قطرة، وهي فعلا حياة قطرة. فإذا سقطت هذه القطرة الإنسان بعد ما يغار لا على دين ولا حتى على عرض نفسه ما يغار. فهذا هذا الكلام ينطبق على هذه الشلة المجرمة الفاجرة. ويكفي يكفي يا أستاذ عمر أن ترامب هذا هذا الفاسد الصحيح في 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 مقطع له حينما سأل المذيع قال له وماذا عن سياسي العراق؟ قال له لا يوجد سياسي في العراق، هم عبارة عن حفلة من اللصوص. هذا الموجود المقطع مشهور يعني. وكفاية أن الشعب العراقي كله طلع بالمظاهرات زمن هذا المالكي الهالكي وصار الشعار كذاب نور المالكي. يعني يمكن لو أنا أو أنت حاشاك يعني نسمع هذا الكلام من مجموعة الأشخاص يمكن يشيل من المنطقة اللي ساكنين بها. فكيف إذا الشعب كامل ذلك مثل هذه؟ فالحقيقة أستاذ عمر ما يسمى بالعملية السياسية الكاذبة وهي حقيقة الوجه القبيح للاحتلال راح تستمر كما هي عليه المحاصصة الطائفية. لا توجد كتلة تستطيع تشكيل الأغلبية بالبرلمان، فراح يصير تحالفات. بالنسبة للصدر راح يستبعدونه، وهذا العامري أيضا استبعد لأنه يمثل مصالح إيران. الكلمة الأولى والأخيرة لأمريكا، أمريكا أما العبادي أو شخص آخر وجه جديد يظهر على الساحة. ما يسمى بالمحسوبين على السنة هؤلاء الأذناب النجيتي وغير النجيتي، هؤلاء الصعاليك الذين هم تبع الذين هم ريون لهذه الحكومة الصعفية الإيرانية العميلة. هؤلاء ليسوا بيض القضبان ولا يحزنون. أمريكا الحصص محسوبة كذا للسنة وكذا للشيعة وكذا للكرد. التحالفات طبعا راح ترجع مع مسعود البرزاني كما هو معلوم وتنتهي المسألة، والشعب آخر من يفكرون فيه أستاذ عمر. نعم. هذه المسيرة الشيطانية مستمرة وعملية تدمير الشعب وإباثة مستمرة. لا نتوقع أي شيء من هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة والتي سوف تأتي. والله ولن يتغير شيء في العراق إلا إذا قال الشعب العراقي كلمته وثار ضد هذه الطغمة. ومتى ما يكون المواطن العراقي روحه رخيصة كي يبيعها في سبيل كلمة الحق وأن يكون مستعد الموت في سبيل الله من أجل نصرة نفسه ونصرة المظالم في هذا الشعب، عند ذلك أقول لك سوف يتغير الحال في العراق. وجزاك الله خير أستاذ عمر. شكرا لغريري من بغداد كان معنا. خلونا نقرا رسائل واتساب. يقول اخي عمر في اي زمن يتحكم بهيبه العراق امريكا وايران، وكذلك في اي زمن تنتشر العصابات والعمائم الرخيصه التي تقتل وتسرق وتهجر؟ لماذا الشعب متفرق يقول وينحاز طائفيا الى فتاوى تسيء للدين والاسلام؟ يا شعب كافي اصحى وانتفض. رسالة أخرى من سعيد العذاري من النجف يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنتكلم بواقعية بأن الحكومة لا تشكل إلا من هؤلاء كتلة سائرون والنصر والحكمة، فيها وجوه جديدة نأمل يقول أن تضع أمامها الغضب الشعبي، فإن استمرت كسابقاتها في الفساد فإن الغضب سيتحول إلى ثورة مسلحة. رسالة أخرى يقول فيها تحية لقناة الرافدين وكادرها السباق لتشكيل الحكومة. أكو مشكلة شوية بالآيباد يتأخر، يلا يفتح. يقول السباق لتشكيل الحكومة بالكتلة الأكبر غير قابل للتطبيق، لأن الجميع يخضع للإرادة الدولية. المسؤول عما يحصل في العراق هو القاضي مدحت المحمود كما يقول، المنصب من قبل بول بريمر، هو من قدم الحماية للفاسدين وهو من تلاعب بالكتلة التي شكلت الحكومة وعودة فرسان الفساد لأربع دورات انتخابية، وهو من تستر على تزوير الانتخابات في العراق، أصبح لعبة بيد مدحت وبيعاز إيراني. الرسالة من صادق الكربلائي. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم أخي الكريم، هل تعتقد بأن هذه الأحزاب المجرمة التي قتلت وسلبت الأموال أن تشكل حكومة وطنية شريفة تخدم البلد؟ من المستحيل وجريمة بحق الإنسانية أن هؤلاء أسماهم طبعا هو الحثالة تحكم البلد، وجريمة حتى أن يظهروا هؤلاء على القنوات الفضائية.
معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضلي ام عبد الله. ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتكم ولكل العراقيين الشرفاء وكابتن. اهلا وسهلا بيك. القناه. حياك الله. استاذ بعت معاني المتصلين وخاصه اهل الجنوب كلها يعني ابداء رايهم بالمشاكل وقله الخدمات والمعاناه. نعم. احنا هسه ترى هاي الحكومه اللي موجوده في الوقت الحاضر بس قد تقول انه هاي الحكومه تنسلع او تنقلع من مكانها. لان الحكومه هي ماخذه جرنتي من امريكا واسرائيل وايران انه لازم تبقى وراح تبقى. هسه اقول لك استاذ ليش تبقى؟ اول شيء دمروا المحافظات السنيه ودمروا محافظه البصره. هسه الاتصالات جاريه مع الحكومه الامريكيه والحكومه الاسرائيليه والحكومه الايرانيه. اجتماعات في المناطق الكرديه مع اسرائيل وانطتهم جرانتي هو الانفصال عن العراق. لا. حتى لتأجيج وضعف الكيان كل العراقي لازم يضعف. وفصل الجنوب الشمال عن الجنوب. الشغله اللي احنا هسه علينا انه ما ممكن انه نقوم بعمليه التغيير الا بالجهاد المسلح. لانه هذا النظام اللي موجود هذا يعني اكثريتهم من اهل العمايم واكثريه الشيعه مع احترامي لهم تضغط عقيده الشيعيه باكاذيب بحيث انه رسخوها في ادمغتهم. هسه في الوقت الحاضر بعد ما عرفوا الشيعه ان اهل العمايم مع احترامي للشرفاء انه هم كلهم اشياء سائفه وكلها بعيده عن الحقيقه. فهسه احنا الشعب العراقي ما عنده شغله الا هو الجهاد المسلح. اذا نقوم بجهاد مسلح وتوحيد الشعب العراقي تحت رايه واحده وهي اول فرد لا اله الا الله محمد رسول الله والعلم العراقي والعراق كوطن واحد ما يمكن انه تزال هذه الحكومه. فبقت على الشعب العراقي هي يعني مثلا شلون مرحله ولازم نعديها ولازم نعديها بشكل يعني بشكل ثوري. لانه هسه حتى الناس من يجيهم شهيد ياخذون شهيد ويقومون بعمليه التشييع وهذا وحيد يندفن وينتهي. هذا راح يستمر هذا الشيء. فاحنا ما نريد نخسر ابنائنا ولا نخسر شبابنا. كافي خسران شباب. اما نسوي يعني مرحله قويه مرحله التغيير عن طريق الجهاد والا ترى الحكومه باقيه. وتحياتي للشعب العراقي. شكرا ام عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا مسؤول تحدث لصحيفه العربي الجديد قال بان الشؤون القانونيه والاداريه في البرلمان باشرت بتحضير لتهيئه قبه البرلمان كما قال وتوزيع اسماء النواب الجدد وخاطبت العضو الاكبر سنا من اجل تراس الجلسه الاولى وهو النائب عن التحالف المدني محمد علي الزيني مواليد 1939 وذلك تماشيا كما قال مع ما نص عليه الدستور. وسيتم خلال الجلسة التصويت على مرشح الكتلة السنية لرئاسة البرلمان فيما صوت تحالف القوى خلال اجتماع له أول من أمس على ترشيح محافظ الأنبار الحالي محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد. نعم معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ عمر؟ حياك الله يا هلا بيك. الله ياخذ حيك وحي قناة الرافدين وحي كادر الغناء وحي الإخوان المتصلين. أهلا وسهلا بيك. الموضوع وش هو اليوم عمر بالنسبة لموضوع الحلقة؟ نتحدث عن تشكيل الكتلة الأكبر اللي يشكل الحكومة. هي هذه قضية هذه كلها تزوير. هي اللوم والله استاذ عمر اللوم على الشعب العراقي المفروض يتحرك ويخلص من هذه الزمره، هذه الزمره هي لن تروح بمظاهرات وسلميه على الشعب ان يتحرك لطاحه لانقاذ العراق. فبالنسبه لموضوع التلوث والبصره هي كل المدن العراقيه على الشفيع يعني هذه المدن كلها منكوبه في ضد هذه العصابه. فهم يفخرون بهذا الانجاز والتلوث علشان يجوا مساعدات من الخارج علشان يحولون على حساباتهم الخاصه،
حتى الدول العربية حتى لو تتبرع للعراق لن تصل للعراق في ظل هذه الزمرة الفاسدة. وتحية لك وتحية بالشعب العراقي. حياك الله. طبعا المسؤول اللي تحدث إلى صحيفة العربية الجديد لفت إلى أن الجانب الإيراني يتحرك بشكل واسع حاليا لسحب أعضاء منفردين أو قوائم داخل تحالف النصر والحكمة بعد أن باءت جهود دمج البيت الشيعي كما وصفها بالفشل تماما. وأوضح المسؤول بأن هذه أول حكومة كما يقول هو تشهد اهتماما أمريكيا بتشكيلها بهذه الصورة، والحديث عن 4 سنوات مهمة في المنطقة قد يفسر الإصرار الأمريكي على ولادة حكومة بأقل قدر ممكن من الولاء الإيراني على حد قوله. طبعا بحسب الدستور الحالي فإن البرلمان الجديد سينتخب جديدا للجمهورية بأغلبية 2/3 النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، وذلك بعد انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى. ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف كذلك 30 يوما. طبعا لم يحدث في منذ العام 2003، ولغاية الحكومة حيدر العبادي أنه تم تشكيل حكومة خلال 30 يوم، من 6 أشهر إلى سنة، من 6 أشهر إلى سنة. بحسب الدستور الإجابة المحتل أنه لازم رئيس الوزراء المكلف خلال 30 يوم يقوم بتشكيل الحكومة ويقوم بعرضها على البرلمان للموافقة عليها. والنائب السابق عن تيار الحكمة محمد النكاش تحدث بأن الأحزاب الشيعية باتت اليوم على جبهتين، الفتح مع دولة القانون وسائرون والحكمة والنصر، ولدى الجبهتان كما قال رؤى سياسية غير متطابقة. المالكي يقول يريد تشكيل حكومة وفق الأغلبية السياسية، وهذا ما يرفضه مقتدى الصدر كما يقول النائب محمد النكاش. الأحزاب الكردية بدأت تتجه إلى التقوقع القومي وفرض شروط صعبة على الأحزاب الرابحة والمتصدرة بنتيجة الانتخابات الماضية بحسب النائب محمد النكاش. كذلك أضاف الأحزاب الكردية بدأت تتجه إلى التقوقع القومي، ذكرناها هاي، وفرض شروط صعبة على الأحزاب الرابحة والمتصدرة بنتيجة الانتخابات الماضية. أما الكتل السنية أو الكتلة السنية فيبدو أنها استغلت عطلة عيد الأضحى ورتبت أمورها وستتوجه نحو إنتاج كتلة سنية تشارك في الحكومة المقبلة. هذا الكلام كله بحسب النائب محمد النكاش. أضاف بأن هذا يعني بأن الكتلة الوطنية العابرة للطائفية لن تتحقق ولن ترى النور في المرحلة المقبلة، لأن الجميع يتجه إلى المشاركة في الحكومة الجديدة والعودة إلى المحاصصة، مع العلم بأن المرحلة المقبلة لابد أن توجد فيها كتلتان في الحكومة، الأولى تشكل الحكومة والثانية في المعارضة. أشار إلى أن الأحزاب الحالية لا تشعر بخطورة وضع الشارع، وأن الشعب ناقم على الحكومة لا سيما بعد وضوح تحركات الأحزاب السياسية وممارستها للطرق الطائفية القديمة. وهناك من يطرح مفهوم الشراكة في حكم البلد، وهو نفس مفهوم المحاصصة الحزبية والطائفية. خلينا نقرأ رسائل واتساب. يقول أبو حسام النعيمي من بغداد، تحية لك أستاذ عمر ولكادر قناة الرافدين. كل الكتل التي تدعي بأنها سياسية هي بالأساس عملاء لدولة الإجرام إيران كما يقول، ولن يقدموا أي شيء للشعب، لأن إيران تريد إذلال الشعب العراقي بكل طوائفه، وإذا لم ينتفض الشعب العراقي ضد هذه الطغمة العميلة الفاسدة التي تحتمي بالميليشيات المدعومة من أسيادهم الإيرانيين، لن ينعم الشعب العراقي بالأمان ولن يحصل على أي حق من حقوقه. رسالة أخرى يقول لا أمل يرتجى من الشعب ما دام متمسك بأصنام المراجع الذين هم غير عراقيين. ابن ميسان. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أخ عمر، أحييك وحيي قناة الرافدين. بالنسبة للانتخابات والبرلمان لا يمثلون الشعب كما قال، وإنما يمثلون أنفسهم بالمحاصصة وتقسيم الأموال. وبالنسبة لإيران وأمريكا تعرف هذا الشيء، لكن حتى يبقى البلد فوضى وخراب ودمار، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. أبو إبراهيم من بابل. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظر تفتح الرسالة. يقول غبي كل من يعتقد
غبي كل من يعتقد بأن هناك خلاف بين أمريكا وبين إيران، والعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع ثمنها الشعب العراقي. رسالة أخرى من أحد الأخوة يقول ممكن تردون علينا، تفضل اكتب رسالتك وإحنا نقرأها إن شاء الله. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. أخ عمر تحية لك ولقناة الرافدين العزيزة البطلة المناضلة المجاهدة في سبيل الله. حياك الله يا هلا بك. وتحية لكل عربي شريف وكل عراقي نزيه وشريف. هذه ما هي حكومة، هذه عميلة أتت على الدبابات الأمريكية. والدليل على ذلك عندما ساوموا أحد قوادنا الأبطال نزار الخزرجي إن كان طيب بل ندعي له بالخير إن شاء الله ووجد من العمر. اللي ساوموه بالخارج قالوا ما أنا ما أجي ولا أريد أن أشارككم الاحتلال البلدي. فهذول مو شرفاء كلهم، ذولا مهم حكومة، ذولا عصابات ما فيها، ذولا خدم المجوس. أقص لك الرواية صارت عندنا بكركوك، هسع كركوك الأسر فو تأميم عندما أمامها البطل المجاهد العربي الأصيل أبو عداي في عام 72 كانت قبل كسبة كركوك، وبعدين حتى ينسعوا العرب الخليج اللي سلمونا يد المجوس. هذه راح أقول لك إياها، أقص لك إياها هذه القصة. المهيري عرف تجبور الله يرحمه أبو إبراهيم شايب عمره بل 100 سنة، توفى العام دي أول عام. سمعوا القيادة صدام عشان سمعوا إنه راح يسلمون كركوك أنا ذاك في 91 إلى الخونة والعملاء الغوغاء. فإجا وطبان التكريتي الله يرحمه مع عزة إبراهيم الله يطلب الخير، فقالوا دزوا على مهيري وعلى قسم من العرب اللي هناك وعشان بالكركوك والحويجة. قالوا له عود يا عمرو، سمعنا انكم تسلمون كركوك للعملاء عملاء الغرب والمجوس. حد راسه هم هيري. قال له يا ابني اسمع مني، ابن عمك اسمع زين. قال له يعني، قال له لا سمح الله، حتى لو نكره الحكومه نكره صدام حسين، بس مو معناته نسلم شرفنا بين العملاء والانجاس. شوف هذا الكلام، هذا وجهه الى حكام الخليج اللي سلمونا. ما كرهت صدام حسين، بس مو سلمتونا لهذا الخونة والعملاء والمجوس. هذا جانب. وأرد على بعض الكلاب اللي يغدرون. يعني للأسف أبو مصطفى أعتذر منك على المقاطعة، والله انتهى وقت البرنامج، جدا أسف منك. لا بس فضل لحظة فضل شوية فضل بثواني سأل عمر. نعم ثواني. أقول للمجوس وكل العربي نجس اللي شارك ويا المجوس، أقول اسمع مني يا المجوس يا كشواني، يا ابن الصق بلسانة تركماني، ولك أبوك النعل اللاب سؤالي، ويظل بيرق العرب عالي إلى الأبد عالي. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو مصطفى من مصر كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.